حياته، ازاي حركته. طبعا لو هو بيشتغل لسه هيتأثر بشكل كبير جدا، السواقة هتبقى في منتهى الخطورة بقى عليه وعلى الناس. المية البيضة موضوع مهم، وبعتقد انه احنا فكرة ان احنا ما مش عايزين نعمل عملية وسايبين الموضوع ومطنشين، او هاتلي شوف لي قطرة، انا مش عايز بس اروح لدكتور، انا عايز قطرة من الصيدلية وهي هتروقني وهبقى كويس. الافكار دي بقى خلاص عيب قوي ان احنا نقولها في 2021، عيب قوي. النهاردة هنفهم المية البيضاء، نفهم هذه العملية اللي اصبحت تعمل في دقائق معدودة، واصبحت نسب نجاحها، او هي من زمان على فكره نسب نجاحها عاليه جدا جدا، تكاد تصل الى نسب نجاح مبهره. النهارده هنفهم كل ما يتعلق بالميه البيضاء مع ضيفي العزيز، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، نجم متميز للغايه، حواره العلمي بيكون دقيق للغايه، ممتع جدا، تفصيلي في كل النقاط، توضيحي لكل الجوانب اللي ممكن تفكروا فيها فيما يتعلق بكل عمليات تصعيد الابصار او الميه البيضاء او غيرها. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو جمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، عضو جمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر، اسم المتميز للغاية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور أيمن. يعني منورني وسعيد جدا باختيارك لموضوع المياه البيضاء، واحد من أهم المواضيع، لكن أبدأ بكلاسيكية المشهورة، ما هي المياه البيضاء؟ أولا أنا سعيد بلقائنا مع بعض، وإن احنا نتكلم في موضوع حساس زي المياه البيضاء، موضوع مشهور. للأسف الأسئلة واللغط اللي حواليه كتير جدا، فدي من الحاجات الحلوة اللي احنا نوضحها. الخطوة الأولانية زي ما حضرتك بتقول، إذا احنا فهمنا إيه هي المياه البيضاء، دي هتبقى بداية ان احنا نفك الاشكالية الاساسية اللي عندنا. لو احنا شبهنا العين، قلنا ان هي شبه الكاميرا، عبارة عن عدسة امامية او ازازة امامية زي اللي هي القرنية اللي بيعدي منها الضوء، دي البوابة الاولانية، وراها العدسة اللي بتاخد اشعة الضوء او الصورة تركزها على مركز الابصار. كل جزء من هذه الاجزاء لازم يبقى سليم 100% عشان نوصل ليه وظيفة الرؤية المثالية بالنسبة لنا. طيب عندي أسباب كتير جدا بيبتدي يحصل فيها إن عدسة العين أو العدسة البلورية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها للعين بتبتدي يصيبها شيء من العتامة، ودرجات مختلفة من العتامة. مجرد ما ده يبتدي يحصل، بيبتدي شعاع الضوء اللي داخل جوه العين والصورة اللي بتتشكل جوه العين بيبتدي يحصل فيها ضعف، زي ما هنوصف لاحقا شكل الصورة بيبتدي المريض بيشتكي منها من ايه. ده باختصار شديد المية البيضاء. العملية سنية، هي مش مرتبطة بالسن لوحده، لان احنا هنفهم ان انواع المية البيضاء الحقيقة عندنا كذا نوع. النوع الاكثر شهرة هو المرتبط بالسن، وبنشبهها الحقيقة للمريض، بنقول له المية البيضاء دي زي الشعر الابيض، زي ما احنا بنتقدم في العمر، اجزاء الجسم بتتقدم في العمر، عدسة العين بتتقدم في العمر. طيب في عندي اسباب تانية الحقيقة، وبدأت من كثرة ظهورها ان هي تتنافس مع المياه البيضاء الشيخوخية، وهو بعض الامراض زي السكر او مرض العصر. اول ما المريض بيتشخص انه مريض سكر، بنبتدي العداد بيشتغل على عتامة المية البيضاء، لأن احنا خلاص أيقنا أن في مرحلة ما هيتكون مية بيضاء. في حاجة اسمها مياه بيضاء تصادمية، واحد خد إصابة مباشرة للعين في حادثة عربية، حد اتحدف طوبة في عينه لا قدر الله، والكلام ده للأسف بنشوفه كتير جدا خاصة في سن الشباب بسبب المشاكل، الخناقات، اتخبط، الحاجات دي، وإن كانت غالبا ما بتتكونش في ساعتها، بس قدام بتظهر المية البيضاء. سبب تاني مشهور للأسف هي المياه البيضاء الخلقية، طفل صغير مولود عنده مية بيضاء. طبعا كل واحد من دول بعد الكشف الطبي الدقيق، وده المحور الأساسي بتاعنا عشان نحدد نوع المية البيضاء، لأن سؤال لطيف جدا بيجي لنا كتير جدا المستشفى دلوقتي، عيان يتصل بالكول سنتر، هو بكام عملية المية البيضاء عندكم؟ طبعا سؤال كوميدي شوية، يعني عشان نفك إشكاليته. المية البيضاء أنواع،
وكل نوع ليه درجات، درجات المية البيضاء مختلفة، نوعية العدسة اللي أنا بحتاج أزرعها للمريض بتختلف على حسب سنه ووضعه ووظيفته طبيعة حياته نمط حياته. قصة دقيقة جدا وفيها تفاصيل كتيرة. طيب حضر المريض، لأن هي ليها حدوتة ظريفة جدا كده، حضر المريض الشكوى الرئيسية اللي بيشتكي بيها أنا حاسس إن الرؤية ما عادتش حلوة، وإن كان الأكثر شهرة إن إحنا بنكتشف المية البيضة بالصدفة. طب ليه؟ المية البيضة غالبا بتصيب العينتين في نفس الوقت وبيتطوروا مع بعض بنفس درجة التطور، فالمريض مسكين جدا للأسف ما بيلاحظش المسألة دي غير غالبا لو الدكتور لفت انتباهه. إمتى يلاحظ؟ لو حصل تطور سريع جدا في عين قبل عين، ودي نادرا ما بتحصل. فيجي المريض أكشف عليه أقول له والله يا فندم حضرتك عندك مية بيضة، المريض يتخض، وأول ما بنقول له هنحتاج نعمل عملية في العين بيبتدي الكوابيس اللي المريض بيتخيلها، آلات داخلة ومشارط وجراحة ودم ومعرفش إيه، وهغطي عيني شهر وأقعد في أوضة ضلمة. الحقيقة الحاجات دي عفى عليها الزمن. بيفتكر فيلم بتاع يعني قنديل أم هاشم بالظبط، في فيلم اللي هو عزة العليل لما غطى عينه فتره، رغم ان في الاخر العمليات كلها كانت ناجحه برضه في الوقت ده، كانت ناجحه، لكن الحقيقه كنا بنستخدم تكنولوجيا جراحيه، وده اللي احنا دورنا الرئيسي نتكلم فيه النهارده. خلاص احنا فاهمين يعني ايه ميه بيضاء، فاهمين ان انا خلاص ما دام تجالي ميه بيضاء لازم اعملها. طيب افرض انا ما عملتهاش وعثرت، ودي اشكاليه رهيبه عندنا، المريض يقول لك طب استنى لما الميه البيضاء تستوي، كارثه. زمان ما كانش عندنا غير العمليات الجراحية، فأنا كجراح محتاج ألاقي حاجة جامدة بعد ما أفتح العين أدخل ألاقيها أعرف أشيلها. حضرتك كانت المية البيضة دي بنخرجها زي اللي بتولد عيل بالظبط، ونخيط بعديها، وكانت قصة كبيرة وعملية طويلة وبتاخد ساعة، والمريض بيقعد بعديها شهر مش شايف. دلوقتي المحور الجديد بتاعنا هو دخول تكنولوجيا الفيمتو ليزر في علاج المية البيضة، أو اللي بنسميها الفيمتو كاتركت. النهارده فعليا مفيش مشرط بيلمس المريض، المريض صاحي جميل، الدنيا لطيفه خالص، نقطتين قطره مخدره وهو صاحي وسامع. اشعه الفيمتو ليزر بتنزل تفتت الميه البيضاء، وانا دوري كجراح ان انا ادخل اشفط الماده اللي اتفتتت، وبنزرع عدسه. طيب العيان اول ما يسمع ان هزرع عدسه رعب تاني، يقول لك العدسه بتشكني. مفيش حاجه اسمها بتشكني، العدسة أولا مزروعة في المكان الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى مخصصه لزراعة العدسة، وهو نسيج لا يستقبل الإحساس بالألم، وبالتالي طب العدسة دي بيرجع المية البيضة فيها أو بتعتم؟ مستحيل، دي عدسة معمولة من مواد عالية الجودة جدا، عمرها الافتراضي أطول من عمر البني آدم، بيعيش عمره كله، مستحيل يرجع له المية البيضة تاني. مع بعض لحد كده؟ طيب إذا إحنا جينا أهملنا قصة المية البيضاء، المية البيضاء عندي على أربع مراحل، ده الأساسي تقريبا بالنسبة لنا. المرحلة الأولى بتبقى تغيرات أو بنسميها تصلب في نواة العدسة، وده غالبا بتابع المريض كل ست شهور، وبقول له بتبقى لسه مش مأثرة على النظر، بقول له حضرتك هتراجعني كمان ست شهور. الدرجة التانية ببتدي أقول للمريض أنت لازم تبتدي تتعالج، لأن خلاص إحنا دخلنا في مرحلة جد، الرؤية بدأت تتأثر عندي، وإن كان المريض مش ملاحظ الفرق. درجة التالتة غصب عنه لازم المية البيضة تتفتت. ليه؟ لأن إحنا كده دخلنا في مرحلة عالية. إذا دخلنا في الدرجة الرابعة واللي هي اسمها المية الزرقاء، واللي إن شاء الله هنخصص لها وهنفرد لها حلقة كاملة ليها، إحنا دخلنا في مشكلة كبيرة، وهو تلف في خلايا العصب البصري. إذا ده حصل لا قدر الله، الخلية اللي بتموت مستحيل ترجع تاني. يبقى النصيحة اللي أنا الحقيقة دايما بقولها لكل المرضى ولكل المشاهدين، مجرد ما حضرتك تتشخص مية بيضة بعد إذنك لازم تبتدي تاخد الإجراء في علاجها. النهاردة بقى التكنولوجيا ليزر حضرتك بتعملها بفضل الله في دقيقة. أنا بقول للمريض حتى من باب الدعابة كده معاه، بقول له أنت ليك مليون جنيه معايا لو خدنا أكتر من دقيقة من ساعة ما أقولك سمي الله. دقيقة المريض صاحي سامع، بنتكلم مع بعض وإحنا بنعملها. طيب ما هي طبيعة حياة هذا الشخص بعد العملية؟
عايزين نمسح كل الأفلام اللي في راسنا لما نيجي نجاوب على السؤال ده. حضرتك بتدخل يوم العملية، بتروح تفطر الفطار الجميل بتاعك، مش محتاج المريض يبقى صايم لأنها بتعمل بمخدر موضعي. بندخل بنعمل الفحوصات الروتينية بتاعتنا، اللي هو مقاس العدسة بتاعنا، تحاليل الدم، الوظائف الكبد كده، تحاليل روتينية جدا. بندخل غرفة الليزر، نقطتين قطرة، جهاز الفيمتو ليزر طبعا بندخل بيانات المريض فيه، والحقيقة المسألة دي بتستلزم شيء من الخبرة. بندخل البيانات، شكل نوعية المية البيضة، درجة المية البيضة، الحاجات دي كلها. الليزر بيبتدي يفتت لي المية البيضة، بنسحب المية البيضة، بنزرع العدسة. دي الفكرة العامة للعملية. وحتى العدسات هنفرد لها إن شاء الله حلقة كاملة لوحدها، نتكلم إيه هي العدسات وأنواع العدسات واستخدامات العدسات، لأن دي مسألة بتشغل جدا الناس وعايزين نفند المسألة تماما. طيب خلصنا العملية، هذا المريض أنا بأصر دايما روح البيت دلوقتي، مارس حياتك كاملة بشكل طبيعي 100%. طب المفاهيم الغلط اللي موجودة عندنا في المسألة دي، المريض فاكر ان لو اتحرك العدسة هتتحرك، ممنوع يسجد، ممنوع يركع، ممنوع يوطي. لا، الحقيقة بالتكنولوجيا الجديدة ونوعيات البريميوم IOLs او العدسات الحديثة اللي احنا بنستخدمها، العدسة ثابتة ثبات عدسة العين الطبيعية. طب حضرتك انا المية البيضة هترجع لي تاني، ده ضرب من ضروب الاستحالة، مفيش حاجة اسمها كده اساسا. الحاجة الوحيدة التغير اللي بتطرأ بعد المية البيضة، ودي لازم بتحصل لكل الناس، جهاز المناعة أول ما بيشوف العدسة دي بيتعفرط، لأن هو شايف إن ده جسم جديد بالنسبة له، فبيكون عتامة ورا العدسة. زمان، الفرق بين زمان والنهاردة، زمان كنا محتاجين عملية جراحية عشان أدخل أنظف العتامة دي، دلوقتي بنعمل حاجة اسمها تنظيف للعتامة بالياج ليزر، وده بقى لدرجة بقى روتين طبيعي جدا بعد العملية. في المتابعة الرابعة أو الخامسة بنعمل للمريض حاجة اسمها مسح عدسة. إيه مسح العدسة؟ جهاز عادي جدا موجود جوه العيادة، المريض بيحط دقنه عليه كأنه بيكشف، مع فارق إنه بيشوف ومضات من النور الأحمر، تاخد 3 ثواني تقريبا، الليزر بيفتت العتامة. طب السؤال المهم هنا، محتاج كل فترة قد إيه اجي عشان افتت العتامه دي؟ احب اقول للمريض مبروك، هي بتتعمل مره واحده في حياتك ومستحيل تتكون تاني، لان طلع الفتره الاونه الاخيره، وللاسف انا شفت ده كتير، مرضى كتير جدا سمعت ده انا لازم كل فتره اروح للدكتور عشان امسح العدسه. طبعا ده هزار، مفيش الكلام ده، بتعمل مره واحده في حياتي. طيب انا عملت العمليه دلوقتي، امارس حياتي ازاي؟ انا عايز حضرتك تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا، اخرج وانزل سوق العربية، اسجد، صلي، استحمى، اتوضى، اركع، اعمل اللي انت عايزه. العب كرة؟ نلعب كرة. لو الراجل بيلعب عنده رياضة بيمارسها يمارسها عادي. عادي جدا، بروح الجيم، بنزل سباحة، عادي جدا. الفكرة بس ان الاسبوع الاولاني بطلب من المريض عشان مكافحة العدوى، ما تفركش في عينك، ما تدخلش مية جوه عينك. طب انا هنزل اجري، هلعب كرة، يلعب كرة. طب ايه الاحترازات اللي اخدها اثناء لعب الكوره اللي اي شخص طبيعي هياخدها؟ مش عايز الكوره تلبس في وشي، بس اللي هو بقولها للشخص الطبيعي تلبس في عيني يعني. بالظبط، بنقولها للشخص الطبيعي اساسا. يلعب مع ناس عاقله. نلعب مع ناس عاقله. والله يلعب مع ناس او ما يوقفش حارس مرمى في سنك. وما يوقفش حارس مرمى يعني قفل. بس دي من باب الهزار، اللي عايز يوقف حارس مرمى يقف. طبعا لا، انا اقصد ما هو اصل يعني الرياضات عموما متوقفه على مين هيلعب معايا في الرياضات الجماعيه. لازم يكونوا الناس هاديين شويه، مش شباب يعني، كل واحد يلعب مع الكاتيجوري العمري بتاعه يعني. بالزبط. ده الكلام اللي لازم نحطه في الاعتبار، لانه في افكار غلط كتير عن العمليه دي. احنا بنقعد نسمع كميه افكار غريبه عن المساله، في حين ان المساله بقت اسهل ما يكون، لدرجه ان انا عايز اقول لحضرتك المريض بعد ما بيعمل العين الاولانيه هو مش مصدق انه خلص، فيقول يا دكتور محمد احنا كده خلصنا. اقول له والله احنا كده خلصنا، يعني احنا فعلا ما فيش. هقول له حبيبي روح انا خلصت. بس الحته اللي احب احذر منها دايما، ودي برضو ظهرت في الاونه الاخيره، للاسف بقت العينتين بتتعمل في نفس السيتنج نفس اليوم، ودي كارثه خطيره جدا.
نفهم، وممنوعة دوليا وممنوعة قانونا ومحليا وكل حاجة. ممنوع العملية العينتين طبعا يتعملوا في نفس اليوم، ده كارثة. ليه؟ أولا هو من باب مكافحة العدوى، أنا ما عنديش سبب كطبيب يملي عليا إن أنا أعمل لحضرتك العينتين في نفس اليوم، ليه؟ يعني هل هي المسألة مسألة استعجال؟ طب نعمل الأولانية ونطمن عليها، تاني يوم ممكن نعمل التانية، تالت يوم ممكن نعمل التانية. فعشان كده المرضى لما بيجوا لي يسألوني يقولوا يا دكتور محمد احنا عايزين نعمل العينتين في يوم واحد، أو سألنا فلان أو علان أو الكلام ده نعمل العينتين، بقول له مستحيل هوافق على حاجة زي كده. يقول لك أنا مثلا جاي لي أصلا مسافر، أصلا أنا جاي أصل الوقت مش عارف إيه. الوقت ولا عينك؟ بالظبط عينك. الحالة الوحيدة اللي ممكن نوافق مجازا على حاجة زي كده لو حد كبير جدا في السن، مريض عنده 80-90 سنة، وبنشوف الأعمار دي فعليا 80-90 سنة، ما بنقدرش ندخله أوضة العمليات غير هي مرة واحدة، ودي حالة نادرة جدا لما بنوصل لها. الجميل بقى بعد العملية لما المريض ربنا بيهديه وبيسمع الكلام، دايما يبقى مرعوب قبل ما يعمل الايه العين الأولانية. أول ما بيعمل العين الأولانية، ودي ظاهرة جميلة جدا، حرفيا بيشوف كل حاجة بشكل مختلف، ألوان مختلفة، كواليتي مختلفة، بيشوف، وبالذات لأنه بيبتدي يقارن ما بين العينتين. أول شكوى بسمعها عندي في عيادتي يجي المريض يقول لي لا أنا حاسس الرؤية في العين دي منورة جامدة قوي، العين دي الأنوار هادية مطفية، الأبيض لونه مسفر. طبعا المسكين لما كان بالعينتين ما كانش شايف الفرق ده، فشايف إن هي دي الرؤية الطبيعية. بقول له لا حضرتك اللي احنا شايفينه غير اللي حضرتك شايفه. لما بنشخص العملية صح بتتعمل بالتكنولوجيا الحديثة بفضل تطور الفيمتو ليزر، بيتزرع نوع العدسة صح. عايز أقول لحضرتك it's a game changer, life changer، حياة هذا الشخص بتتغير. أنواع العدسات كمان اختلف، أنواع العدسات تكنولوجيا تانية خالص. عشان كده بقول لحضرتك من قيمة أو أهمية هذا الموضوع إن إحنا هنفرد له حلقة خاصة كاملة بس بنتكلم على أنواع العدسات. لأن ظهر دلوقتي المريض يسألني العدسة اللي بتتزرع دي هندي ولا صيني ولا أمريكي ولا معرفش إيه، وإيه الفرق بين الأمامية والخلفية والثانوية والكلام ده كله، والتورك ومش التورك، والتورك ومش التورك، والمالتي فوكل والتراي فوكل، قصة كبيرة جداً. فالحقيقة دي بالذات أنا بخصص ليها حلقة عشان بس ندردش فيها بقى بكل تفاصيلها، لأن زي ما احنا متفقين المكسب الرئيسي إن المريض يخرج من عندي فاهم المعلومة، مش إن أنا أعمل له العملية. في مليون جراح شاطر على فكرة. المكسب الحقيقي إن المريض يخرج متشخص صح، وصلته المعلومة صح، في منتهى الأمانة، لأن حتة الأمانة دي كمان محور مهم جدا بالنسبة لنا. إيه الجديد الموست ريسنت اللي احنا لازم يعني نتك عليه نفهمه دلوقتي؟ طيب اهم نقطه الحقيقه بالنسبه لي في علاج الميه البيضاء حاجتين، التكنولوجيا، ودي اللي احنا بنوفرها كبيرفكت فيجن النهارده او كمستشفى بيرفكت فيجن. والحقيقه اللي انا شايفه اهم من التكنولوجيا الخبره، خبره الجراح في المساله دي. كل ما زادت خبرة الجراح، كل ما شاف فرايتي كبيرة وأعداد كبيرة من المرضى، ده الحقيقة بيفرق. لأن النهاردة مع التكنولوجي كل حاجة بقى الحالة بقت يونيك جدا، كل حالة بقت مميزة جدا، كل مريض ليه تفاصيله. لازم ناخد في اعتبارنا طبيعة حياته المهنية، عمر المريض قد إيه، هو الاكسبكتيشنز بتاعته إيه، درجة المية البيضة، هل فيها أمراض تانية مصاحبة ليها ولا لا. طب المريض اللي عنده سكر هعامله معاملة المريض اللي ما عندوش حاجة؟ هل العيان اللي واخد خبطة في عينه وانا داخل العملية لازم ابقى محضر نفسي لسيناريو واثنين وثلاثة؟ احنا كتير بنيجي داخلين نعالج المية البيضة التصادمية بالذات، الاقي ان العدسة متلخلخة من مكانها، ودي تدخل تاني خالص، حضرتك بتلاقي سكة العملية كلها اتغيرت. لو انا عندي الخبرة الكافية ببقى مجهز كل التولز والادوات بتاعتي ان انا هتعامل مع اي ظرف مفاجئ. عايز اقول لحضرتك ان احنا بندخل احيانا نعالج ميه بيضة، بعد ما بفتت الميه البيضة بفاجئ ان وراها انفصال شبكي. فلو انا علميا وجراحيا غير مؤهل للمساله دي، انا هبقى خرجت من مشكله وقعت في مشكله اكبر. فاختيار، دايما انا بقول للمريض اختيار الطبيب وكفاءته وخبرته جزء مهم جدا لا يتجزأ من العلاج عندنا.
لان لو هي القصه التكنولوجيا هي مش خط انتاج بدخل العيان تحت الجهاز الجهاز بيخلص، لا طبعا القصه مش كده خالص. سؤالي بقى اللي بيفرض نفسه الاخير المهم جدا، الناس اللي بتهمل في علاجات المياه البيضاء بتطنشه وبتعيش حياتها، يقول لك انا مش عايز اعمل عمليه والنبي ما تكلمنيش عن عمليات، ممكن يحصل لهم ايه؟ كارثه. الناس لازال عندها ثقافه استنى لما المياه البيضاء تستوي، واللي بيدي حتى نصيحة زي دي للمريض هو غالبا بياخدها من حد غير طبيب، وإذا خدها من طبيب هيبقى اللي احنا بنسميها المدرسة القديمة الأولد سكول، اللي هو لازال بيشتغل جراحة مش بتكنولوجيا الليزر خالص. طيب أنا أهملت، إيه اللي هيحصل لا قدر الله؟ بتبتدي تتحول من مية بيضة إلى مية زرقاء أو اللي هي الجلوكوما. باختصار شديد قبل ما نتكلم عليها لان دي ليها حلقه لوحدها، هي ارتفاع تدريجي في ضغط العين يخنق العصب البصري وتبتدي الخلايا تموت، يحصل دي جنريشن للعصب البصري. الخليه الواحده اللي بتموت عندي من العصب البصري ما بترجعش تاني، وبالتالي المريض عشان حبه خوف ليس لهم اصل في الحقيقه انتهى بفقدان بصر تام. فدي قصه مرعبه جدا. حضرتك اتشخصت مية بيضة، لازم تبتدي ترتب نفسك انك هتعالج المية البيضة. الحاجة التانية، اذا انا فهمت ان المية البيضة ده مش مرض، هو شيء جزء من الشيخوخة بتاعتي، زي ما بيطلع لي حبة شعر ابيض بيجي لي مية بيضة، وكل الناس فوق سن الستين دلوقتي بنبتدي ندور احنا كدكاترة على المية البيضة، لان في الغالب 90% من الناس بيجي لها مية بيضة بعد سن الستين. لازم ناخد بالنا من هذه النقاط المهمه. المايه البيضاء ظلمت عبر تاريخ الثقافه والفهم، ظلمت ظلم مبين. انا فاكر وانا من كام سنه كده تفتح التلفزيون تلاقي جايبين واحد في التلفزيون والله نصاب يقول لك انا اخترعت قطره للمايه البيضاء. طب انت يا ابني اخترعت قطره للمايه، في حاجه اسمها قطره للمايه البيضاء في العالم كله؟ مفيش قطره للمايه البيضاء. حاجه كده بيفكرني والله بفيلم اتعملت في الفيلم جميل جدا، فيلم بتاع تقريبا كان احمد حلمي عامل فيه رضا، اسم رضا، وكان من ضمن الاساليب النصب بتاعه اسمه كده رضا، فعمل جاب قطره كده حط فيها ميه وراح لدكتور عمل عليه اشتغال ان القطره ديت بتعالج، لما كانوا توائم ثلاث توائم. ف ما فيش حاجة اسمها قطرة بتعالج المية البيضاء، أرجوكم صحصحوا للنقطة دي، واللي يقول لك أنا اخترعت قطرة بتعالج المية البيضاء تعرفوا إن هو نصاب. المية البيضاء تعالج وتفهم كما شرحناها الآن بالتفصيل بكل نقاطها اللي غطت جوانب متى تعمل المية البيضاء الآن، طريقة العمل، في نقاط مهمة جدا اتقالت في وسط الكلام لكن ليها تفريد لوحده وهي خاصة بالعدسات، ماذا يحدث عندما تترك المية البيضاء بدون علاج كمضاعفات، كل ده لازم تفهمه بشكل واضح. والتكنولوجيا المتقدمة جدا اللي طرحت النهاردة دي أكيد غيرت مفهوم الناس عن المية البيضاء. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع واحد من نجوم هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون البيضاء لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي والجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر. نورت الدكتور. نورك دكتور عيد. ربنا يحافظ على عينيكم ويخليكم دايما مع دكتور.